لسنوات طويلة ارتبط اسم ملعب 20 أوت بعدد من الأحداث الرياضية البارزة، كيف لا وهو الملعب الذي كان مسرحا لاحتضان العديد من التظاهرات الرياضية، بالإضافة لكونه الملعب الذي احتضن أول نهائي لسيدة الكأس في تاريخ الجزائر المستقلة. ملعب 20 أوت بضحية بلوزداد شرق العاصمة الجزائر تحول إلى مقبرة باتت الأرواح تزهق فيها في كل حين بعد أن كان الملعب الأول في الجزائر لسنوات طوال، فلم تكاد تمر إلا أيام قليلة على حادثة حفل سولكينغ التي أودت بحياة 5 ضحايا في عمر الزهور، حتى صدم الشارع البلوزدادي مجددا بوفاة طفل في عمر الرابعة راح ضحية سقوط بوابة الملعب العتيد. أحداث متعاقبة لم تنتظر معها بلدية بلوزداد ورئيسها محمد العمامرة طويلا، بعدما خرج الآخر ببيان مفصل حمل في طياته عددا من القرارات المستعجلة، كان أولها إعلان غلق ملعب 20 أوت إلى إشعار آخر وتعليق مهام مديره عمر سحنون، قرار قد يراه البعض بمثابة حل ظرفي لملعب كان الأجدر بالقائمين عليه أن يجعلوا منه متحفا تستحضر فيه ذكريات الماضي الجميل للكرة الجزائرية بدل وضع حلول ترقيعية لصرح كروي بلغ عقده التاسع من الوجود.